مضى إلى آخر قادم، اتفق الجميع على حب الكويت وجددوا ولاءهم لها. وإذانا بالأعياد الوطنية، احتفلت مدرسة البكالوريا الأمريكية في حفل مدرسي بحضور أولياء الأمور. السلام عليكم في أشياء وايد تسوونها ونصيحة تعالوا. نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا، ومن القلب إلى القلب لنا، ومن الآه إلى الآه لنا. نحن باقون هنا. السلام عليكم، أنا اسمي شريف الفياض. اليوم بـ ABS عندنا تشاريتي كارنيفال، وايد مستانسين. أنا اسمي مريم العدواني، وايد مستانسة بـ ABS. هذا عيد وطني، لازم كلنا نستانس. كل عام أنتي بخير، وأحبك الكويت، أحلى دولة. أحبك الكويت. نحن اليوم نحتفل بمناسبات غالية على نفوسنا، بذكرى التحرير وذكرى عيد الاستقلال. هذه الأيام لها ذكرى جميلة في نفوسنا وفي تاريخ الكويت. تأتي هذه المناسبات الغالية علينا للتعبير عن فرحتنا ولتجسيد اللحمة الوطنية ولتجديد الانتماء بالشعور الوطني. أنا أتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأولياء الأمور اللي كان لهم دور كبير جداً جداً في هذا التنظيم، ومشاركتهم لنا ودعمهم لنا، ولولا هذا الدعم لما نجح هذا الاحتفال. كان يوم جميل جداً جداً، ومثل ما أنتم شايفين حضور كثيف لأولياء الأمور وأبنائهم وبناتهم، ونتمنى أن الله يتمم علينا بالأمن والأمان في بلدنا الحبيبة الكويت.